اتفضلي يا استاذه ريهام. مهاجم الاهلي والكلام الكتير اللي بيتقال برضو على مهاجم الاهلي خلال الفتره اللي فاتت هنتكلم فيه برضو تاني. يلا. كراساو او كراسو لاعب سانت اتيان، طبعا اتردد كلام خلال الفتره اللي فاتت وانتشرت صوره من زوم ميتنج لمدير تعاقدات النادي الاهلي مع ناس تانية على انها جلسه تفاوض وان الموضوع خلاص بيخلص وكده، وان هو مهاجم النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بص، هي الصوره حقيقيه بس الصوره من فتره، يعني مش في الوقت الحالي. زي ما قلت لك قبل كده يا ابراهيم وباكد على الكلام بتاعي تاني، النادي الاهلي حاطط بدايل كتير جدا، منهم الاسم ده، وزي ما كنت قلت لك قبل كده على حمزه هنوري وعلى سامبو. النادي الاهلي مش بس بيحط الشورت ليست دي، لا، هو بيتواصل كمان مع الوكلاء بتاعهم، بيبتدي ان هو يشوف طلبات اللعيبه دي ممكن تاخد كام، الانديه بتاعتهم ممكن تاخد كام، الحاجات دي. يعني مثلا سامبو لاعب الوداد، مهاجم الوداد، انا عندي معلومه ان مدير تعاقدات اتواصل مع الوكيل بتاعه في شهر ابريل اللي فات. بص، ابريل واحنا دلوقتي في يونيو، وبالفعل سأل وكيله عن الفلوس، اللاعب ده ممكن ياخد كام، النادي بتاعه ممكن ياخد فلوس قد ايه. فالقصه كلها لا تتعدى ان هو يعني استطلاع رأي وان هم يشوفوا اللاعب عنده مشكله ان هو يجي يلعب هنا ولا لا، فلوسه قد ايه، الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لك ان هي شورت ليست وفيها الاسامي، وهو من ضمن فعلا الاسامي الموضوعه، وان الصوره دي قديمه مش في الوقت الحالي.